ننتقل إلى شأن آخر. بعد إعلان تركيا الموافقة على صفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار والمملوك للدحة على حصة 10% من البورصة التركية للأسهم، وهي الصفقة التي بلغ حجمها وفقا لبيان صادر عن صندوق الثروة التركي 200 مليون دولار، تكون قطر من خلال صندوقها السيادي قد استولت على قرابة 20% من القيمة السوقية لبورصة اسطنبول، والتي تتم فيها كافة الشركات المدرجة. تنتقص الصفقة من سيادة تركيا بشكل كبير، كما أنها غير مجدية للطرفين، سواء لإردوغان الذي يبيع ممتلكات سيادية أو تميم الذي يهدر أموال الشعب القطري في صفقات بلا فائدة، خاصة أن بورصة اسطنبول لم تحقق مكاسب منذ فترة طويلة، حيث توضح البيانات الخارجية لها بخصوص العامين الماضيين سرعة تأثرها سلبيا بالتطورات السياسية والاقتصادية. رغم التدهور الكبير في الاقتصاد التركي وانهيار العملة التركية، إلى أن قطر بتصر على دعم الاقتصاد التركي، وبدأت العلاقات التركية القطرية كما نعرف بداية من عام 1972، زاد التعاون الاقتصادي بداية من 2010، وفي عام 2014 وقعت تركيا وقطر اتفاقية في مجالات التدريب العسكري والصناعات الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية، ونشرت تركيا حوالي 3000 جندي بري في قاعدتها القطرية، إضافة إلى وحدات جوية وبحرية ومدربين عسكريين وقوات عمليات خاصة. ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان. أهلا بك يا دكتور محمود. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. طيب، يعني النقاط كثيرة فيما يتعلق بالعلاقات يعني المشبوهة التي توجد بين تركيا وقطر. إذا تحدثنا عن البورصة، بورصة اسطنبول على سبيل المثال، فبعت تركيا لقطر 10% من هذه البورصة، يعني هذه هي أمور سيادية لأي دولة، كيف يمكن هذا؟ يعني في تصوري أنها محاولات يائسة من خلال روحة لما يطلق عليه دعم الاقتصاد التركي. أيوه. لأنه كل هذه الأمور أو الإجراءات الاقتصادية إنما هي تعقد الأزمة أكثر وأكثر. المشكلة في الاقتصاد التركي هي مشكلة هيكلية داخل الاقتصاد التركي، ليست فقط لاعتبارات ومؤشرات اقتصادية، وإنما في جزء كبير منها يتعلق بالسمعة الدولية التي يعني وضعت تركيا نفسها فيها، والتي جعلت يعني هناك قدر كبير من عدم الثقة وحالة اللا يقين في كافة المؤسسات الاقتصادية التركية، سواء بالممارسات التركية في سياساتها الخارجية مع الدول الأخرى، أو حتى ممارسات السياسة الاقتصادية التي يعني استحوذ عليها أردوغان وأخضع كافة المؤسسات الاقتصادية له، وخروج سافر عن كافة الأعراف الاقتصادية لمعالجة الأزمات والتعامل مع العجز سواء الداخلي في الموازنة العامة أو حتى العجز الخارجي في موازين المدفوعات. كل هذه الأمور إنما عمقت الأزمة، انعكست بشكل كبير على كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء في حجم الدين الذي وصل إلى 56.8 من الجي دي بي، معدلات البطالة، سعر صرف العملة الذي يعني يأخذ ويتطور انهياره مقارنة بالدولار الأمريكي. كل هذه الأمور يعني جعلت الاقتصاد التركي مرشحا بقوة يعني يكون من على رأس قائمة الدول التي سوف تعاني من تداعيات جائحة كورونا في السنوات القادمة. صحيح. طيب، يعني هل يعتقد إردوغان من وجهة نظرك دكتور محمود أنه عندما يلجأ لقطر تشتري 10% من أسهم بورصة اسطنبول، أيضا اشترت مصنع دبابات تركي ودائما ما تسند الموازنة التركية، هل كل هذا من الممكن أن يخرج الاقتصاد التركي من عثرته؟ يعني هل الاعتماد على قطر وفقط من الممكن أن ينقذ تركيا اقتصاديا؟ يعني خليني أشير في هذه النقطة تحديدا إلى أمرين. أولا، لا أستطيع أن أسمي ما تقوم به قطر من إجراءات تجاه الدولة التركية هو حالة من حالات الدعم الاقتصادي، لأنه لا يمكن أبدا توصيف مثل هذه الإجراءات بحالة من حالات الدعم الاقتصادي. الأمور الخاصة بالأسواق المالية وتحديدا البورصة ليست لها علاقة بعلاج الأزمات الاقتصادية، الأزمات الاقتصادية إنما تعالج بشكل الإصلاح الهيكلي
داخل اقتصاد اي دولة. ده المفروض يا دكتور محمود طبقا يعني لمحددات الاقتصاد يعني او تعريف الاقتصاد، لكن هذا ليس ما يفعله اردوغان ولا تميم. بالضبط، هذه نقطة. الامور الاقتصادية والازمات الاقتصادية ايا ما كانت، سواء في شقها المالي او في شقها النقدي، تعالج اذا ما كان هناك حالة من حالات التضخم باستياسة الانكماشية التي تقتضي خفض سعر الفائدة. وهذا الإجراء ما تم اتخاذه أو ما نصحت به تركيا منذ 2017. أيوة. حينما حققت عجزا في ميزان المعاملات الخارجية وميزان المدفوعات، تم المناشدة من قبل المستثمرين برفع سعر الفائدة لمنع ما يطلق عليه الدولارة. والدولارة هي تحويل الودائع التركية بالعملة المحلية اللي هي الليرة إلى دولار. أيوة. إلى دولار، وده كان الغرض منه تشجيع معدل الادخار الداخلي وخفض القوى الشرائية لمعالجة التضخم. هذه نقاط متعارف عليها في أدبيات المالية العامة لكيفية إدارة السياسة المالية أو السياسة النقدية. ممتاز جدا، هذه أدبيات المالية العامة. يعني ما الذي يحدث وليس له علاقة بهذه الأدبيات؟ كل ما حدث هو خلاف ذلك. ما حدث من قبل أردوغان أنه رافض فكرة رفع سعر الفائدة، وأقال محافظ البنك المركزي بعد 16 شهر من تعيينه، ثم بعد ذلك توالت إقالة رؤساء المؤسسات الاقتصادية، منهم كان مؤخرا سهر الرئيس أردوغان اللي هو كان وزيرا للمالية. صحيح. كل هذه الأمور ومن يقوم على المؤسسات الاقتصادية التي يفترض فيها أن يكون هناك في قدر من الاستقلالية لإدارة شؤون تلك المؤسسات، لكن الإقالات المتكررة إنما تفقد الدولة مصداقيتها وتفقد الدولة ثقة المستثمرين. طيب. الخارجيين في مثل هذه المؤسسات. أشكرك شكرا جزيلا، الوقت انتهى، ولكن الصورة بالتأكيد وصلت. أشكرك على هذا التحليل الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان.